مها من السعودية، تفضل يا مها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مها. أستاذي، أنا حلمت قبل يومين إنه عندي تمثال من الفراعنة، نعم. تمثال من الذهب صغير، في 3 فصوص ياقوت لونهم أحمر، وجيت أبغى أبيعه. كل ما أجي أبيعه يقولوا لي، يتفاجئوا حقون الذهب إنه أنا من فين جبت هذا التمثال، وكل ما أبيعه يوجع لي. بس هذا هو الحلم. كذا انت خربتي حلقة كاملة علي يا مها، انا مسوي حلقة كاملة كانت حق الفراعنة. انت من راحت متابعين علي. لا ايوه، حسويها، كنت من متابعين البرنامج، حابة تنتظري اعطيك حلقة كاملة واذكر حلمك، ولا حابة تعرف التفسير الحين؟ لا دحين. ماشي راحت الحلقة خلاص خربت. شوفي شوفي، فرعون اسمه اصلا مأخوذ من عمله. النبي موسى عليه السلام لما تواجه مع فرعون شو سوى؟ هرب منه. ايوه، من أعانه لما فتح انشق النهر أو الماء انشق وبلع فرعون؟ من اللي أعانه؟ رب العالمين. إذا ايوه، فرعون تدل على الهروب وطلب العون من شخص قوي أو من رب العالمين ويكون أفضل. فالحلم به دلالة واضحة بأن هناك ظروف أو صعوبات في حياتك الأفضل أن لا تواجهيها وأنت لست بجاهزية لمواجهتها. تراجعي، ابتعدي عنها، جمعي معلوماتك وقدراتك وشوفي إذا كان في أحد يقدر يساعدك في مواجهتها، وارجعي واجهيها بعنف، وسوف تنصرين بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي موسى عليه السلام نصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وراحت الحلقة تبعت الفراعنة بالسلامة. يعطيك العافية، هذا والله العلي